هلا منتقلين لفقرتنا الطبية مع هايدي. أكيد يا عفاف، موضوعنا الطبي كتير مهم، ورح نحكي اليوم عن أحد الأمراض المزمنة، لاسيما مرض السكري. كلنا بنعرف مرضى السكري قديهنهم بحاجة لعناية واهتمام، ولاسيما من ناحية التغذية والنظام الغذائي المناسب، لأنه هو بيساعد بنسبة كبيرة بالشفاء. اليوم مشاهدينا لازم يكون في موازنة بين نوع الغذاء والنشاط البدني، وأكيد الخطة العلاجية لعلاج المرض. رح نعرف أكثر عن الموضوع إن كان عند الأطفال أو الشباب أو كبار السن، وبسعدنا أن يكون معنا لليوم من أهل الاختصاص الدكتورة منال الخياط، استشارية تغذية علاجية ونباتات وأعشاب طبية. صباحك خير. صباح أهلا النور. وسهلا فيكي. صباح النور خير دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي النور. خلينا بالبداية نتعرف مع حضرتك على المستويات لمرضى السكري. في مستويات اليوم، إذا بدنا نقول عن مريض السكري هو مستوى A B C، في مستويات خطورة وأنواع كمان للمرضى. هلا السكري هو بالعموم ممكن حتى أشخاص ما يكون عندها، يعني ما بتعرف حالة أنه عندها سكري، وهي بتكون يعني كيف بدي لك بمراحل بداياتها بالسكري. هلا هو شو السكري؟ هو نمط الغذائي الخاطئ. يعني نحن عندنا السكر النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول اللي هو بيكون فيه مشكلة بخلايا البنكرياس بيتا، بيهاجم جسم بمناعته خلايا بيتا فبيخربها، فبيصير عندي بشكل دائم أنسولين، يعني ما في مجال. بينما هذا بشكل 10% من الأشخاص، بينما في عندي 90% من الأشخاص اللي هن له علاقة بنمطهم الغذائي وطريقتهم الحياتية الخاطئة. فالسكري هو أساسه نمط غذائي الغلط. نحن شو لازم، يعني كيف لازم يكون نمطنا الغذائي لحتى ما نوصل للسكري كبداية؟ كتير مهم نركز نحن على موضوع النشويات والسكريات، الدهون، البروتينات، الفواكه، الخضار، هدول كتير لازم نركز، كتير لازم نقلل من نسبة السكريات والنشويات، لأنه هي سم قاتل، وقاتل على البطيء، على الأمد الطويل. الدهون متهومة أنه هي بتسبب الكوليسترول وبتسبب الأمراض الشريين والقلب، هذا حكي خاطئ، لأنه لما بتكون دهون صحية غير مشبعة فهي بالعكس الجسم بحاجتها، وعدم وجودها بيسبب أمراض كتير، لأنه الحموض الدسمة نحن بحاجة لها بتشكل أجسام كيتونية. هاي الأجسام الكيتونية هي اللي بتشتغل وبتفعل آليات الدماغ، بينما البروتينات كمان هي من الأساسيات، لأنه هي حموض أمينية أساسية جدا بتدخل بتصنيع الدي إن آي، فنحن كمان بحاجة لها. النسب بالنسبة لهدول المادتين، مثلا أنا عندي بما يعادل من 50-70% دهون لازم تكون مشبعة غير مشبعة، دهون صحية، بالإضافة للبروتينات. مثلا كل كيلوغرام 1.5 جرام، يعني الشخص اللي وزنه 70 كيلو لازم تقريبا بما يعادل 105 جرام، كيف يعني شرحة دجاج، هذا بشكل عام. بينما نجي هدول ما بيسببوا خطر، بس البروتين لما بيعلى عن حد معين ببلش يتحول الفائض منه بالكبد لسكريات. هي السكريات لما بتتحول هي بتحول لدهون، وهي اللي بتأسس لي أمراض السكري. ليش نحن بنقول للرياضيين مثلا أنه ما ياخدوا كتير بروتين؟ هذا البروتين اللي عم ياخدوه بهي الكميات المجحفة، خليني أقول، هي بتوصلهم لفشل كلوي، لأن هي بتعمل لهم ارتفاع سكري مفاجئ، وبالتالي لفشل كلوي مفاجئ، لذلك كتير لازم ينتبهوا له. الشيء الأساسي يلي نحن لازم ننتبه له هي السكريات والنشويات، بدنا نقلل منها. نحن كل شيء سكريات رب العالمين خلقها بناخذها، كل شيء سكريات مصنعة خلينا نبعد عنها. يعني مثلا بنسبة 5%، هال 5% منين باخذها؟ من الخضار، من الفواكه، وليس من العصائر. أنا الفواكه بدي انتبه كتير، في عيارات للفواكه كمريض سكري، في عيارات للفواكه، الفواكه اللي فيها سكريات عالية مثل الكرز، التمر، هدول بنحاول أقل ما يمكن على الشهوة على الرغبة، بس أنا بدي يكون قاطعة كل شيء سكريات وكل شيء نشويات. السكر الخطر فيه أنه هو بيرفع الأنسولين. نحن الأنسولين شو آليته؟ الكبد بيخزن بين 400 ل 600 ميلي جرام من السكريات. لما نحن من
بلش للمريض بالرياضة فنحن بينزل بما يعادل 200 جرام، لما بيرجع هو بياخد وجبته بيرتفع هذا نسبة منسوب السكر، بيرجع بيخزن هال 200 جرام اللي راحوا، بالتالي إذا كان أخذ فائض من السكر رح يتحول لدهون، هي الدهون اللي هي الشحوم الثلاثية. لذلك نحن بنلاحظ مريض السكري لما بيرتفع عنده السكر عنده شحوم ثلاثية، والعكس صحيح، في ناس بيكون عنده شحوم ثلاثية مرتفعة بتؤدي لارتفاع السكر. فنحن هي المواضيع كتير لازم ننتبه لها. من ضمن الشغلات المهمة في عنا كتير مثلا من الأدوية بيتاخد الميتفورمين، الجلوكوفاج، هي أدوية هي فقط بتنزل السكر ولكن ما بتعالج سبب السكر. لذلك أنا لازم روح للغذاء لعالج سبب السكر، ممكن نبلش فيها بمرحلة ومع نظام غذائي صحيح، وبالتالي شوي شوي ممكن نستغني عنها. لذلك كتير مهم ننتبه حتى إبر الأنسولين، بس إبر الأنسولين للتايب 1 شيء وللتايب 2 شيء، بدنا نحاول ما يوصل لمريض السكري، لأنه إبر الأنسولين هو بحد ذاته هو مضر، لأنه كل ما ارتفع الأنسولين بالدم هو بيعمل لي سمنة وبيعمل لي أمراض. فلحتى أنا ما فوت بهيدا المجال لازم بلش بالخطة الغذائية، كيف العلاج للسكري بدون أدوية. فينا أول شغلة بدنا نركز كتير على المي، لازم كتير الإنسان، هذا الحكي عام وحتى أساسي لمريض السكري، الإنسان لازم يأخذ كميات مي كبيرة. كيف يعني؟ يعني لما بفوت على التواليت بده يطلع على البول بده يكون شفاف. يعني نحن أنا بالعادة بحكي بقول مثلاً كل 30 كيلو من جسم الإنسان هن اللتر، ولكن هي مانا هذا المقياس. في ناس وزنها 150 كيلو يعني بدها تشرب 4-5 لتر، في ناس بتشرب، وبس الناس اللي ما بتشرب هون الخطر. نحن لازم يكون البول شفاف لحتى أعرف أنه أنا عم باخد الحد الصحيح، لأنه هذا بيختلف حسب الجنس، العمل، البيئة، شوب، برد، من هيدا الأنماط. النمط الشغلة الثانية بالنمط الغذائي بده يكون صيام جزئي وليس صيام متقطع. هذا الصيام الجزئي يعني لمريض السكري لما بينام بفيق ثاني يوم ممكن الصبح يشرب كاسة شاي أو قهوة بس بدون سكر، ممكن يضل متأخر شوي شوي ليوصل لوجبة الغداء، ممكن ما يأكل وهو هذا الأفضل. بعدين وقت اللي بده يأكل بده يأكل يبلش بالبروتين، لأن البروتين ما بيرفع الأنسولين. لما تفضلي دكتورة. لما ما بيرتفع الأنسولين بيبقى ستيبل، هون أنا بتبقى النتائج كتير منيحة. شو البروتينات المهمة اللي لازم ياخدها؟ مثلا البيض، وخاصة البيض العيون، بصفاره بدهنه اللي هو مثل ما بيقولوا متهون بريء، أنه هو بيعمل كوليسترول. هو ما بيعمل كوليسترول، هو شيء نافع جدا. لازم كل إنسان ياخد بيضة يوميا. فنحن بلشنا بهذا البروتين باللحوم، حتى لو مثلا مقلية بالسمن، بس السمن العربي، السمن الحيواني، السمن النباتي بدنا نبعد عنه، دهون مشبعة. هون بقى بدنا نبلش نفرق شو الدهون الصح وشو الدهون الخطأ. أي نوع من هيدا الدهون تتخزن بالجسم وهي اللي بتسبب، يعني هي اللي بتعمل الاستقلاب وهي اللي بتفيد الدماغ، وأنا بهالطريقة ما بكون خربت عن طريق السكر الأعصاب. لأنه السكريات لما بيتاخذ لها الميتفورمين بتسبب مشاكل هضمية، بتسبب مشاكل بالمعدة، بتسبب نقص B12، ولذلك نحن مرضى السكري كتير بنعطي B12. وبالتالي لما بينقص B12 بصير عندي فقر دم، بتزيد السمنة، بصير عندي خلل بالجملة العصبية، يعني اعتلال أعصاب، وكمان كنتيجة طبيعية أمراض القلب. هلأ
من ضمن الأساسيات الرياضة. الرياضة شو بتعمل؟ نتيجة الرياضة بينزل مخزون السكر من الكبد، فبالتالي بيجي الشخص لما بده يأكل ويعود هيدا السكريات بيرجع بتخزن الكافي. إذا أخذ فوق الحد المسموح له بيرجع بيصير عندي سكر بالدم بيتحول لدهون وبتبلش السمنة. كمان من ضمن الأساسيات اللي لازم ركز عليها الامتناع عن السكريات والامتناع عن النشويات. هلأ الشغلات الهامة بدي احكي، خل التفاح كتير منيح، مع انه بتشوفي على اليوتيوب مرات بعضهم بيقولوا لك انه لا غلط، خل التفاح البيتي صح. نحن معلقة مع كل وجبة مع كاسة مي بتنشرب، هي بترفع حموضة المعدة، بتساعد بالهضم وبتعمله مستقر، فبالتالي ما بيرتفع الانسولين بشكل سريع وبيسبب لي خطر. التوم، البصل، ممكن ندخل بذور الشيا. بذور الشيا كتير منيحة لأنه هي ألياف، فبتطرح الخطير من السكر وبتسبب بتوازنه. بدي ما أنسى شيء. المهم الفيتامين دال كتير أساسي. الفيتامين دال بدي ركز على شغلة، أنه نحن بين 3000 ل 5000 وحدة دولية لازم باليوم، وبعض المدارس عم تعطي لل 10000، لأنه ال 400 ميكروغرام هيدي ما لها فائدة نهائيا. من ضمن الآليات يلي الأنسولين لما بيرتفع مستقبلات الأنسولين، الخلية فيها مستقبل الأنسولين وكروميوم، فلذلك أنا ما بدي ركز على أني أنا نزل الأنسولين فقط، بدي ركز على أني أرفع الكروميوم لحتى دخل السكر للخلية، وبالتالي ما يصير عندي مقاومة أنسولين. فلازم يتاخد الكروميوم بنسبة 600 ميكروغرام، لازم الألفا لايبويك أسيد اللي هو بينظم الجملة العصبية كمان بما يعادل 600 ميكروغرام، بالإضافة للأوميجا 3 واحد 1000 ميكروغرام كمان. يعني بشكل عام هيدي التفاصيل. والبي 12 كتير أساسي، بالإضافة لمجموعة بي كومبلكس، بالإضافة للخطة الغذائية اللي نحن شوي شوي منخلي أنه ينزل السكر فيها على حساب لصالح نسبة الدهون الصحية. تمام دكتورة منال، ذكرتي تفاصيل كتير مهمة وعديدة اليوم ممكن تصير مع الأشخاص اللي عندهم مرض سكري. تمام. اليوم خبرينا في حال مرضى السكري ما التزموا بهي النصائح والإرشادات اللي قدمتيها حضرتك لليوم، في حال بالغوا اليوم بأكل السكريات أو صار في عشوائية بالأكل، شو هي المضاعفات أو الآثار السلبية؟ من ضمن المشاكل اللي ممكن تصير، بيصير عنا اعتلال أعصاب نتيجة اعتلال الأعصاب، وبيصير عنا نقص تروية كمان، لأنه ببلش السكر يتحول لدهون يخزن بالأوعية، فبالتالي بيصير عندي نقص تروية. أحد المشاكل الرئيسية بيصير عندي مفصل شاركو أو قرحات الأقدام. مفصل شاركو شو هو؟ هو نسيت أحكي أنه الكالسيوم كتير مهم، بنعطى هذا من الأساسيات للمريض مشان ما يصير عنده هشاشة، لأنه نتيجة هذا الأكل الخطأ بيصير عندي هشاشة، فبدو يأكل خضار منيح، بدو يأكل تبولة وفلفل، مع الفلفل كتير مهمة في الكروميوم والكالسيوم. بيصير عندي نتيجة اعتلال الأعصاب ما بيحس بالطرف، فممكن أي شيء يأذي. نتيجة هاي الأذية بيصير عندي قرحات، نتيجة هاي الأذية بيصير عنده كسور مجهرية هو بدون ما يحس، بيقول لك أنا ماشي لا انطرقت ولا صار شيء وانكسرت. طيب هاي كيف حلها؟ هلأ هو لازم يلتزم لحتى ما يوصل لهذا الموضوع، لأنه حتى ممكن يصير عندي أنا اعتلال شبكية بالعين. ففي علاج خاص لوزمة مفصل شاركو نشتغل عليها بجلسات بمشدات بجبائر كاملة ومتابعة مستمرة، بالإضافة للخطة الغذائية والأعشاب. من ضمن الأعشاب اللي كتير هي هامة أنا دايما بركز الزعفران. الزعفران وقشر الليمون، هدول إذا نغلق قشر الليمون واستخلص ونشرب بشكل يومي، غير أنه بيساهم بتنزيل الوزن مع الأوميجا 3 اللي هو كابح شهية، بيساعدني بتنشيط التروية، لأنه قشر الليمون فيه الهسبريدين يلي هو بيعطوه لمشاكل الأوعية.
يلي هو الدافلون الطبيعي الرباني، ان احنا عم نروح على كل شيء رب العالمين خلقه وبفوائده الكامله والمطلقه. فلما بياخذوا المريض بتتنشط الترويه عنده، بتحسن اداء العين، لانه هذا الهسبريدين الطبيعي يلي موجود بالزعفران وموجود بقشر الليمون بفوت للشبكيه الدقيقه جدا جدا، فبنشط الترويه للعين وحتى للكليه، يعني ما منفوت بهيدي الاشكاليات. فمن ضمن الخطة الغذائية بنوصف شغلات تنشط التروية، الكركم، الزنجبيل، القرفة، الشاي الأخضر، الليمون مع النعناع، هدول كتير أساسيات إذا ضلوا يشتغلوا عليهم دائما مريض السكري بشكل مستمر بلاحظ أنه كتير في فائدة. من ضمن الشغلات اللي أنا ما بحبها المحليات الصناعية، السكرين، السوربيتول، كلياتها بتجهد الكبد، ولذلك أنا لحتى أروح نظف الكبد بروح على الكركم، بروح على الزنجبيل، مثل ما قلت لك الخضرة، البندورة، الخيار، البصل، الثوم، البقدونس، أنا بقول لهم سندويش الفلافل شو فيها. فهي كتير هدول، ليش بتاخد هدول القصص مع القرص الفلافل المقلي؟ لأن قرص الفلافل المقلي بيجهد الكبد، فلما بتتاخد معه هدول بترفع الجلوتاتيون اللي موجود بالكبد، وبالتالي باخد أنا نتيجة كتير رائعة لنظف الكبد. بينظف الكبد فبينزل السكر شوي شوي حتى للإنسان العادي. يعني نحن ما نقول أنا هذا نحيف وهذا سمين هذا بيصير عنده سكر، لا، نحن فينا نقيس موضوع السكر من خلال دهون البطن. هي أول شيء لما بتبلش تتشكل دهون البطن وهون تكبر هي مشروع مستقبل سكري. فهي القصص اللي كتير نحن لازم ننتبه لها. ركزتي دكتورة على، خلينا متفقين انه الزعفران والليمون، قشر الليمون هنا كتير ضروريين لمريض السكري. طيب في حال مريض السكري ما التزم بالنظام الغذائي الموصوف له او الاعشاب يلي كتير بتخفف وبتحد من تطور هذا المرض او مضاعفاته، شو هي المضاعفات والآثار السلبية اللي ممكن تظهر عليه في حال ما التزم بنظام غذائي وما أخذ هاي الأشياء؟ هلأ ممكن يصير عنا مشاكل العين، بيقول لك بيصير عنده خدر بالأعصاب، ممكن تؤدي للعمى كمان؟ أكيد في كتير ما بيعودوا بيشوفوا، بيقول لك مريض السكري إنه أنا ما عدت شفت مزبوط، صحيح. أنا عم بحس خدر بأطرافي، أنا إذا انجرحت ما عم بحس، إذا كان دنيا برد قربت من الصوبية بيحترق وما بيحس تماماً. يعني شوفي قديش في عندي اعتلال أعصاب، فبدي ركز على مجموعة الفيتامينات الكاملة واللي بتشمل البي 12 واللي بتشمل مجموعة فيتامينات بي كلها. الخبز بدي خفف من الخبز كتير، من كل شيء سكر غير السكر الصناعي، بدي خفف حتى من الحبوب، بدي خفف حتى. ما في أي نوع من أنواع الخبز ممكن ياخده بديل الشعير؟ هو الأفضل، ولكن مو هي مشكلة النوع الخبز. هلا اكيد الشعير هو الافضل، تمام. ولكن الكميه، في اشخاص بيقولوا لي انا باكل رغيف كامل او رغيف ونص، بقول له هذا كثير شيء خطير ما بيصير، وبياكلوهم بوقعه واحده مو انه بيوزعوهم، لا، نحن بناكل اما خبز نخالي، بس نخالي مو اللي محطوط له ملونات ليصير لونه بني انه نخالي، لا، النخالي الحقيقي، حبة واحدة بالنهار بتكفي، أو خبزة شعير واحدة بالنهار بتكفي، وبدها تتوزع. إذا بده يأكل رز بدي نص كاسة رز مطبوخة، ويفضل على الشهوة، دائما روح للخضار كلها. من الشغلات اللي بتنزل السكري بطريقة رائعة البامية، الفاصوليا المطبوخة، بس مو الحب، يعني إذا بده يأكل فاصوليا حب فينه بس كميات قليلة، نص كاسة مطبوخة. أما الفاصوليا العادية الخضراء ففينه يأكل كاسة كاملة من الفاصوليا الخضراء، لأنه آمنة وبتنزل له السكر. من ضمن الشغلات اللي بتنزل السكر مثلا عندك الحمص، العدس، بس كمان الكميات بدها تكون قليلة، يعني بدها تكون مدروسة. هي بتنحسب لمريض السكري قديش لازم يأكل، يعني بتحسب له سكريات 5%، دهون تتراوح ل 70%، بروتين تتراوح ل ما يعادل
ال 15 او ال 20% حسب كتلة وزن جسمه. تمام دكتورة، اليوم خلينا نكون واقعين، في اطفال عندهم سكري باعمار صغيرة، ان كان سكري درجة اولى، فهنن اليوم بالبيت بين اهلهم بين اخواتهم قد ايهن بحاجة لعناية واهتمام؟ يمكن ما نخلي اخواتهم قدامهم ياكلوا سكريات، ما نحرموا الطفل اكثر، يكون يمكن عندنا بدائل طبيعية كرمال ما نحرم الطفل. تمام. قد ايه مهم نركز على هي النقطة؟ هلا كثير مهم، لأنه نحن عم نحكي هون على السكري تايب 1. تمام. يعني اللي هي جذر بيتا سيل، هي متخربة مناعيا، فهون ما عندي شيء يحلها غير أنه بدي أخذ إبر أنسولين. أنا لما عم بحكي لك هذا النظام الغذائي، هذا النظام الغذائي الصحي لكل عائلة، فهن الأم لما بتبلش تمشي مع أولادها بهيدا المخطط، هي ما رح تكون بعيدة عن الطفل اللي عنده سكري بالنسبة له ولأخواته. بس طفل السكري اللي عنده أنسولين، فينا هن بيعرفوا أنه بجرعات معينة وقت بياخدوا سكريات أو حبة شوكولا أو أي شيء، ممكن هي بإبرة الأنسولين يحلوا الموضوع. بس نحن في عنا شوكولا مثلا دايت، فيها الأم تعملها بالبيت. هلأ اليوتيوب صار أو النت صار مفتوح كامل، بتفوتي بتقولي أكل صحي، بتلاقي طرق رائعة جدا أنا شخصيا عم بعتمد عليها. ففي مثلا أنماط غذائية، يعني مثلا مثل ما قلت لك بنعمل خبز الحمص، بنعمل خبز العدس، هذا كتير منيح للطفل وبيعوض لي فقر الدم، لأنه مريض السكري كمان بيصير عنده فقر دم، وهذا اللي بيؤدي كمان كنتيجة البي 12 لاعتلال الأعصاب. فهي الأم لما بتنظم غذاء الطفل بتركز كتير على الخضار، يعني مثل ما قلت لك صحن التبولة، مثل ما قلت لك صحن السلطة. نحن خلينا نعود الأطفال على هذا النمط الغذائي أنه يكون موجود بغذائهم، لأنه ونبعد عن الشيبسات، نبعد عن العصائر حتى يعني هلا كاس العصير فيها 3-4 برتقانات، بينما هو لازم يأكل برتقانة واحدة مثلا. المياه الغازية فيها 8 معالق سكر، أنا فيني اسمح له انه ياخذ الدايت، ولكن حتى الدايت بيعمل خلل غده درقيه لانه فيه الفوسفور عالي، ولما بده يطلع الفوسفور الفائض بده ياخذ معه جزء من الكلس بيسبب لي ترقق قدم. فهي بالاصل بلاها الشيبسات، الاطعمه الجاهزه، انواع الشوكولا، الاندومي، الملح الزايد، الأجبان الدهن، النوتيلا، مثل ما قلت لك السكريات، المعجنات، البوظة هلأ بهالأيام، الكافي ميت لبعض الأشخاص، هذا الرفيق القهوة اللي بيقولوا له، أو الحليب مع القهوة، هذا ضار جدا. يعني الموالح زيادتها، هلا فينهم ياكلوا مكسرات مثل ما بدهم، بس بدي بعيد عن المالح منها. يعني ما عم تجي على بالي كل القصص لانه هو لسه طويله عريضه بهذا الموضوع، ولكن هي الام قادره تفوت الغذاء الصح. ممكن حتى لطفله تعطي معلقه او معلقتين من الشيا منقوعه بالمي بعد وجبه الغداء، ممكن تعطيه شاي مع القرفه. أكيد يعني الحديث يطول ونصائح كتير مهمة قدمتيها لأن دكتورة، أكيد نتمنى السلامة للجميع يا جماعة، وديروا بالكم على صحتكم، وهذا المرض ما بين مزح فيه. وبدنا نشكر وجودك معنا دكتورة. تسلمي. هو ما هو مرض، هو اضطراب. لو لما مرض له طريقة علاج دوائية. تمام. لما أما اضطراب فيني عالجه بالغذاء. فهون يعني هلأ بنقول اضطراب السكري، اضطراب السكري هو الأفضل طبعا. أوكي. عالميا هيك بيحكوا فيه. بيقولوا لك this order not disease. أكيد. بالختام دكتور منال شكرا لك، وأكيد شكراً بالصحة والسلامة لكل حدا عم يتابعنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم.